ما نساه ولا ابتعد عنه ولا غفل عن ماضي اجداده. يشتري فوق العشر لانه سموه بالكرم عاده. دعمهم وفر بلا منه راسخه وللماضي امجاده. الركض سوقه مقونه دعم تسعيرات القياده. حضروا كل شي على سنه فالرموز اعداد مزداده. سبق الميدان يطولنا وللتنافس فيه عناده. كم سبق رمز يا بنا والفعل ماضيه حياده. مكب الجمهور شطنا ضمر عزك معتاده. رنج ابو حمدان بارنا سبق الحكام والساده. شدنا مشاهد وشاق التحية تتجدد والانطلاق يتجدد. شوط تلو الآخر منذ لحظات قليلة انطلق شوطنا الثامن المخصص القعدان المهجنات الأصايل. على بركة الله وتوفيقه نبدأ ونسير مع المقدمة والصدارة. تقدم الواضح لعبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي يتقدم مع الصدارة الأولى والمقدمة ومع المركز الأول. الدور دور المركز الثاني قادم في هذه اللحظات. قادم شاهين لمبارك بن عيض بن مبارك البريكي يتقدم على ثاني المراكز وثاني التحديات ثالث المراكز. ومن السياق الخارجي تقدم هاروت بعد ما قدم لنا ماروت وحاز بالفوز والانتصار. قدم هاروت في هذه اللحظات. خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي يتقدم على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع قادم غير في هذه اللحظات. حمد بن مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي. ركز يا ابو صالح في هذه اللحظات. المركز الخامس قادم داود لابراهيم بن سالم بن راشد المنصوري يتقدم ابو سالم في هذه اللحظات. نشوف من اللي قادم على مستوى المركز السادس. قادم ميراج لحمد بن مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي يتقدم على مستوى المركز السادس. يا هي إثارة هذه النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء للمراكزنا الستة الأولى المتقدمة. نعود مع المقدمة نعود مع الصدارة نعود مع الواضح. واضح كوضوح الشمس بقيادة عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي يتقدمون هذه الخزنة مع المقدمة والصدارة ومع المركز الأول. ثانيا غير تقدم غير في هذا الأثناء لحمد مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي يتقدم أبو صالح على مستوى المركز الثاني بقيادة الغيلاني على مستوى المركز الثاني الذي يقوده في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار. ثالث المراكز تقدم داود لإبراهيم بن سالم بن راشد المنصوري يتقدم على مستوى المركز الثالث. رابعا نشوف قادم ميراج على مستوى المركز الرابع. حمد مبخوت بن حمد بن عيل المنهالي دافع باسمين في هذا الشوط. نشوف من اللي قادم على مستوى المركز الخامس في هذه التحديات. قادم الأبجر وهذا أول ندار الأبجر لعيسى بن هادي بن حمد العامري يتقدم. ولكن نشوف من اللي قادم. قادم هملول وشعارك يا بن كلثم حمد بن سالم بن سيف بن كلثم الخيالي يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس. سادس المراكز قادم هداد
عبيد بن سالم بن سهيل العامري يتقدم على مستوى المركز السادس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، مع تمنياتي لجميع المشاركين بالتوفيق والسداد والنجاح. نشوف من اللي قادم في هذه اللحظات. قادم الشهم لحمد بن محمد بن نشير العامري، واسم خطير في هذا الشوط. الحذر الحذر منه، ولكن نعود مع الصدارة والمقدمة ومع المركز الأول. ولا سلام يا سلام، المقدمة والصدارة ومع المركز الأول الواضح الواضح لعبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، يتقدم مع الصدارة والمقدمة ومع المركز الأول. ثاني المراكز غير، تقدم غير في هذه التحديات. حمد مبخوت بن حمد بن عيل المنهال يتقدم على ثاني المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، السهم قادم السهم قادم في هذه اللحظات. حمد بن محمد بن نسيره العامري يتقدم على ثالث المراكز. يا سلام يا سلام، عون ولون عون ولون يا راعي السهم، ركز يا راعي السهم ركز. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن الواضح 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 المتقدم مع الصدارة، الواضح المتقدم مع المركز الأول منذ البداية حتى هذه اللحظات. والعصاف والأبطان، ولكن محاولات شرسة محاولات خطيرة من السهم وسلالة الطائر وسلالة الطائر التي دائما تظهر بمثل هذه النوعيات. يا سلام، ولعت 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 ما بين هالشعارات ما بين هالتحديات. بن نشير راح بن نشير راح مع المقدمة والصدارة ومع المركز الأول. السهم 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 راح راح مع المقدمة. حمد بن محمد بن نشير العابري يا سلام، المتقدم مع الصدارة ومع المركز الأول. يا سلام يا سلام، محاولات من مناخر محاولات من شعر مناخر، ولكن السهم راح مع المقدمة. وصيف على السيارة في دبي في دانة الدنيا دبي. يا سلام يا سلام، السهم مع المقدمة. مشكور راح السهم مشكور راح السهم، يغرد خارج السرب يغرد خارج السرب. يا سلام يا سلام، في رصيد رمز ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على هذه النوعيات المطلوبة ويضيف إنجاز. يا سلام يا سلام، لحظات الوصول ويعلف لك الرمز في ميدان الوثبة. المركز الثاني تقدم الواضح عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مناخر الأخير. المركز الثالث قادم شعار بن كلثم، قادم هملول لحمد بن سالم مسيب بن كلثم الأخير. المركز الرابع قادم الأبجر عيسى بن هادي بن حمد العامري. التوقيت الزمني 7:49 بالوفاء التمامي والكمال.